في شتاء عام 2006 وتحديدا يوم 29 ديسمبر بالليل، الغرب كان بيحتفل بأعياد الكريسماس ونهاية العام، والأمة الإسلامية كانت بتستعد لاستقبال عيد الأضحى. في الوقت ده كان في راجل سبعيني بيقوم من سريره يقفل كبس النور علشان ينام. الراجل ده ما كانش يعرف ان دي اخر ليلة ليه على الارض. صحيح ان حكم الاعدام كان صدر من حوالي شهرين، وتحديدا من شهر و24 يوم، لكن محدش ظن ان الامور هتمشي بالشكل ده ابدا. قررت المحكمة الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالاعدام شنقا حتى الموت لارتكاب عيش الشعب كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا أليف بدلالة المادة. في الليلة دي 29 ديسمبر عام 2006 ليلا، قام صدام حسين الرئيس العراقي الأسبق وأغلق نور الغرفة اللي كان معتقل فيها علشان ينام. وكانت الغرفة في الطابق الأرضي في واحد من البيوت الرئاسية الخاصة بصدام وأسرته لما كان رئيس جمهورية، وكان البيت على بحيرة النور، وقامت القوات الأمريكية بعد اعتقال صدام حسين فيه بإخفاء وتمويه البيت من الخارج علشان ما تكشفوش الأقمار الصناعية التابعة لدول أخرى واللي من الممكن إنها تقوم بتزويد صور هذا الموقع للمقاومة العراقية أو إلى إيران الجار اللدود للعراق. وحتى من الداخل الأمريكان اشتغلوا على تمويه البيت عن طريق تغطية الجدران والنقوش بالفلين علشان صدام ما يتعرفش عليه، لأن هو اللي أشرف على بنائه. والسؤال المنطقي، هل كان في وسع صدام التواصل مع الخارج بسهولة؟ الحقيقة إن صدام كان مسموح له فقط بالتواصل مع محاميه، واللي الأمريكان شكوا إن المعلومات ممكن تنتقل للمقاومة من خلالهم. مع الأيام الأخيرة لشهر ديسمبر كان حراس المعتقل مستعدين لأي طارئ، لأنهم كانوا عارفين أن أمر الإعدام ممكن أنه يصدر في أي وقت. حتى أن أحد الحراس قام متعمدا بتعطيل راديو صغير كان مسموح لصدام أنه يحتفظ بيه، وده لضمان أن صدام ما يسمعش توقيت إعدامه من أحد البرامج الإخبارية اللي كان شغلها شاغل الموضوع ده. في الليلة دي الشهود بيقولوا أن صدام نام بعمق في غرفته، أو للدقة في زنزانته. صدام في الفترة دي كان في حالة صحية جيدة باستثناء شعوره ببعض آلام الظهر والمفاصل. صباح يوم 30 ديسمبر عام 2006 وتحديدا في تمام الثالثة صباحا، دخل واحد من الحرس لزنزانة صدام وأضاء النور وطلب منه انه يقوم من السرير، وبلغه ان حكم الإعدام سينفذ خلال ساعات. استقبل صدام الخبر بهدوء وكأنه كان منتظره، وقال للحارس انه اتحكم عليه بالاعدام قبل كده وان هذا الامر لا يزعجه. وبعدها طلب صدام الاستحمام، فاعطى الحراس لصدام الوقت الكافي للاستعداد. وبحسب كلام الشهود فصدام توضأ وامسك بالمصحف لقراءة ما تيسر من القرآن الكريم في الوقت القصير المتاح لي. وبعدين قضى صدام بعض الوقت يعمل جرد ذهني لممتلكاته البسيطة في الزنزانة من ورق وكتب، وتصفح للمرة الأخيرة بعض الأوراق اللي كتبها علشان يتأكد إنه نقل أفكاره بدقة. بعدها طلب صدام من الحراس تسليم متعلقاته لمحاميه، وطلب منهم إبلاغ المحامي إنه يسلم متعلقاته لبنته رغد ويبلغها إنه في طريقه للجنة للقاء ربه بضمير مرتاح ويد نظيفة، وهيذهب بصفة جندي بيضحي بنفسه وعائلته من أجل العراق وشعبه. بعدها أهدى صدام ساعته الثمينة من ماركة ريموند ويل لأحد حراسه اللي كان اسمه هاتش، وكان صدام بيكن ليه معزة خاصة نتيجة معاملته ليه بشكل كويس. وبعدها صافح صدام حراسه وكانوا 12 حارس أمريكي وشكرهم على حسن معاملتهم ليه، ومن تأثر الحراس انهمر بعضهم في البكاء. ففي النهاية نشأت ألفة إنسانية بينه وبينهم، وكانت لحظة قاسية عليهم لاعتقادهم إنهم لعبوا دور في موت شخص تعرفوا عليه وعاشروه لفترة ما، وده أمر مختلف تماما عن إطلاقهم النار على شخص من مسافة بعيدة ومفيش بينه وبينهم أي نوع من المعرفة. لكن الأمور صارت في مسارها، وارتدى صدام بدلته الرمادية مع قميصه الأبيض ومعطفه الأسود، ووضع قبعته الفرو الداكنة على راسه لحمايته من برودة ما قبل الفجر، واستعد الرئيس العراقي للظهور للمرة الأخيرة على المسرح العالمي.
غادر صدام الغرفة بعد تقييده متجها إلى عربة مخصصة لنقله وهي مدرعة بتحمل علامة الصليب الأحمر الدولي، وبعدها نقل إلى إحدى طائرات البلاك هوك الأمريكية. وقبل صعوده للطيارة طلب منهم عدم تغطية عينه كما جرت العادة، وده لأنه كان عاوز يتأمل بغداد للمرة الأخيرة. أقلعت الطيارة ونظر صدام من زجاج الطيارة نظر التأمل على المدينة وسرح بتفكيره. محدش عرف وقتها صدام كان بيفكر في ايه، خاصة وانه وصل لاخر مشوار حياته. هل كان بيودع بلده العراق بمشاعر الشجن والحنين، او كان حابب يطمن على بلده اللي اصبح تحت الاحتلال انه هيبقى صامد ولو رحل هو؟ هل كان بيفكر في اولاده عدي وقصي اللي اتقتلوا قبل 3 سنين، واللي نقل عن صدام انه لما عرف بمقتلهم وكمان حفيده مصطفى قال 3 عفيات والحمد لله اللي شرفني بهؤلاء الابطال اللي استشهدوا في سبيل وطنهم ولم يساوموا او يخونوا، الحمد لله على قضائه وقدره، هم ابناء العراق حالهم حال من استشهد في سبيل العراق. هل كان بيفكر في بناته في سبب اللي حصل؟ هل كان بيجلد ذاته ولا شايف انه كان على حق؟ هل ندم صدام على رفض مبادرة الشيخ زايد اللي كانت ممكن تخلي مآلات الامور مختلفة لو تعاطى معها بمرونة؟ ولا تعامل صدام مع نفسه كبطل تراجيدي رايح برجله المصير مهما حصل؟ هل فكر صدام في ضحايا حروبه وحملاته ضد الاكراد والشيعة، وانهم دلوقتي بيردوا ليه الصعصعين بعد ما تبدلت الادوار وبقوا هما في موقف القوة؟ وسط كل الأفكار اللي ممكن تكون دارت في ذهن صدام، سمع صوت جندي أمريكي بيقوله إن الطائرة هتهبط، وبالفعل هبطت الطائرة في معسكر أمريكي داخل منظمة الاستخبارات العسكرية السابقة الواقعة على الجانب الغربي لنهر دجلة في منطقة القازمية. وكانت القوات الأمريكية مقسمة المديرية دي إلى 3 مناطق، معسكر للقوات الأمريكية ومعسكر لقوات حفظ النظام وقسم بيتبع دائرة الحماية القصوى التابع لوزارة العدل العراقية. نزل صدام من الطائرة في المعسكر وتم تغطية عينه بنظارات داكنة لضمان عدم رؤيته للمشهد المحيط به. ولما وصل صدام لدائرة الحماية القصوى كانت الساعة وقتها حوالي 5:30 صباحا، والمسلمين في أنحاء العالم الإسلامي بيستعدوا لأداء صلاة عيد الأضحى. كان في استقباله الدكتور موفق الربيعي مستشار الأمن القومي العراقي، وبعدها تم نزع النظارة عن عينيه وتم إدخاله إلى أول قسم في الدائرة وهو قسم مكافحة الإرهاب، وكان القسم ده مختص بتنفيذ عمليات الإعدام بحق العراقيين. وكان صدام محاط بقوات عراقية قال محامي خليل الدليمي إنها كانت قوات شيعية، وأول ما شافوا صدام سبوه بسبب ما اقترفوا بحق الشيعة. ولما دخل صدام أوضة من الأوض التابعة لمبنى الحماية القصوى وجد أمامه المحامي منير حداد واللي أصبح قاضي تحقيق بعد الغزو الأمريكي للعراق. وبحسب محامي صدام خليل الدليمي إنه في الوقت ده حضر رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وسط حراسة لحضور إعدام صدام. وللي ما يعرفش مقتدى الصدر فهو رجل دين بارز عند شيعة العراق، وهو ابن العلامة محمد صادق الصدر، واللي البعض بيقول ان صدام هو اللي اغتاله رغم ان صدام نفى ده. وعلى الرغم من نفي المسؤولين الرسمي حضور مقتدى الصدر لإعدام صدام، إلا إن محامي صدام خليل الدليمي بيأكد إنه حضر، وإن النفي فقط لحفظ ماء الوجه وعدم إظهار العراق الجديد بوجه طائفي. وبحسب شهادة خليل الدليمي فإن مقتدى الصدر لما دخل على صدام وجده بيقرأ آيات من القرآن، فقال له شلون الطاغية، فنظر ليه صدام باحتقار، فقام واحد من الحرس بضرب صدام بعقب البندقية اللي مسكها على راسه. وقتها طلب القاضي منير حداد من صدام انه يقعد على الكرسي المخصص ليه، وتلا عليه قرار حكم الاعدام واللي اصدر بتوقيع رئيس الوزراء نور الملكي. وهنا بيقول خليل الدليمي محامي صدام ان قرار حكم الاعدام كان باطل لانه بتوقيع نور الملكي وبدون مصادقة مجلس الرئاسة العراقي كما حدد في القانون. لما تلا القاضي منير حداد الحكم على صدام هتف وقال يحيى الشعب، عاش الجهاد، تعيش الأمة، عاش العراق، عاشت فلسطين حرة عربية، يسقط العملاء، نحن في الجنة وأعداؤنا في النار، يسقط الفرس والأمريكان والعملاء. وقتها قال موفق الربيعي لصدام فيما معناه إنه أسكت بأن 36 سنة بنسمع منك الشعارات دي.
بعدها تم إدخال صدام إلى قاعة الإعدام، واللي كان فيها مدير سجن الحماية القصوى والمدعي العام وممثل رئيس الوزراء وقاضي المحكمة الجنائية العليا وطبيب السجن. وبحسب محامي صدام كان في فرقة الموت اللي منهم عبد العزيز الحكيم وعلي الدباغ وسامي العسكري وبهاء الأعرجي ومريم الرئيس، وكمان كان متواجد ضباط مخابرات إيرانيين وضباط من الحرس الثوري الإيراني بيتقنوا اللغة العربية وتحت أسماء عراقية للتأكد من شخص صدام، وإن الموجود ده مش شبيه صدام زي ما أشيع، ده صدام بنفسه. وكان على رأس الضباط دول أحمد فروزندة مسؤول المخابرات الإيرانية في العراق. وبحسب محامي صدام لم يتواجد أي إمام سني، والمعروف إن صدام على مذهب أهل السنة والجماعة، رغم إن المسؤولين ادعوا وجود رجل دين سني. ومش بس كده، ده تم منع المحاميين من الحضور أو أي شخص من الطائفة السنية. بعد الحكم على صدام في 5 نوفمبر عام 2006 تحرك عدد من القادة العرب وعلى رأسهم الرئيس المصري حسني مبارك لدى الإدارة الأمريكية لمنع تنفيذ حكم الإعدام، لأن من وجهة نظرهم أن الحكم بالإعدام هيفتح أبواب الجحيم على المنطقة، إلا أن جهودهم لم تكلل بالنجاح. وعلى الرغم من كل التنكيل اللي حصل، إلا أن صدام مشي نحو مقصلة الإعدام في ثبات وشجاعة أثارت استغراب معارضيه قبل مؤيديه، وهم بيشوفوا أداء ثابت لرجل مقبل على الموت. ولما وصل صدام أمام المقصلة خرجت شتايم وكلام بذيء من بعض المسؤولين وفرقة الإعدام المتواجدة، وحصلت محاولات للاعتداء عليه وضربه. فقال صدام: أنتم خونة عملاء، تسقط أمريكا وعملائها. في الوقت ده كان مصور نوري الملكي رئيس الوزراء المصور علي المسعدي بيسجل اللقطات وتصويرها استعدادا لتنفيذ حكم الإعدام. فقام أعضاء فرقة الموت بتقييد إيدين صدام من الخلف واستبدلوا السلسلة اللي كانت رابطة رجليه برباط من نوع تاني خاص بحالات الإعدام. في الوقت ده أعطى صدام المصحف الخاص بيه لموفق الربيعي وقال له: المصحف أمانة، خليه معاك. فقال له: هشوفك فين أنا. فرد عليه صدام وقال له: ادي لبنتي رغد. فقال له باستنكار: وانا هشوفها فين؟ فقال له: ادي للمحامي خليل الدليمي وقول له يدي لبنتي. فاخد موفق الربيع المصحف واعطاه للمدعي العام منقذ الفرعون. في الوقت ده طلب اعضاء فرقة الاعدام من صدام انه يلبس الكيس الاسود لحظة الاعدام لاخفاء وجهه بعد تنفيذ الحكم، فرفض صدام. وقتها نظر صدام حسين لحبل المشنقة، وبعدها نظر لموفق الربيعي نظرة فيها تحدي وقال له: دي للرجال يا دكتور. في الوقت ده وبحسب محامي صدام وضع رياض النوري حبل المشنقة على عنق صدام، وكان حبل المشنقة بيتكون من 39 عقدة، وكأن الأمر مقصود لأن عدد الصواريخ اللي أطلقها صدام حسين على تل أبيب عام 1991 كانوا 39 صاروخ. تقدم صدام ناحية الباب الأفقي، وهنا هتف أحد الأفراد بعبارات مذهبية عن محمد باقر الصدر، وهتف الحاضرين باسم مقتدى الصدر. فرد صدام: مقتدى، هي هالمرجلة؟ فصرخ واحد من الموجودين وقيل إنه من كبار حكومة الملكي، وقال لصدام: إلى جهنم. فأجاب صدام: إلى الجنة إن شاء الله، فداء للعراق. في الوقت ده كان في 2 من الحاضرين بيصوروا المشهد بالهاتف المحمول، وباعوا الفيلم فيما بعد لواحدة من القنوات الفضائية بمبلغ 18,000 دولار. في اللحظة دي طلب موفق الربيعي من صدام ترديد الشهادة، فردت صدام الشهادة في المرة الأولى وكرر الشهادة مرة تانية، وفي نص المرة التانية اتفتحت طبلية الإعدام وسقط صدام حسين مفارقا الحياة، وفضل جسده معلق لدقايق، فاقترب منه الطبيب علشان يسمع النبض ويتأكد من الوفاة. وبالفعل أعلن طبيب السجن بعدها عن وفاة صدام حسين، وكانت الساعة 6:10 صباحا بالظبط. وهنا بيقول محامي صدام خليل الدليمي رواية تانية ان فرقة الموت اطالت حبل المشنقة بشكل متعمد علشان يسقط الرئيس حي على الارض ويقتلوه ركلا، وفعلا سقط الرئيس على الارض ورفع رأسه مبتسما، الا انهم قاموا بركله وضربوا بشدة وخاصة موفق الربيعي ومريم الرئيس لحد ما فارق الحياة تحت ضرباتهم وركلتهم بعيدا عن كاميرات التصوير. بعدها اعادوه جثة هامدة وعلقوه على حبل المشنقة مرة تانية ليعطوا انطباع بأن الرئيس أعدم بطريقة قانونية. واستكمالا لشهادة المحامي خليل الدليمي، تم نقل جثمان صدام إلى بيت أحد قادة الميليشيات التابعة لإيران، وهناك تم التعامل مع الجثمان بالركل وغرس السكاكين في أنحاء مختلفة من الجسد.
بعدها قام ضباط مخابرات إيرانيين بفحص الجثمان علشان يتأكدوا من هوية الرئيس، وقاموا بقطع حنجرته بسكين، وده بحسب شهادة محامي صدام خليل الدليمي، خوفا من عودته للحياة مرة أخرى. وبيضيف الدليمي إنه الجثمان نقل إلى منزل نوري الملكي رئيس وزراء العراق وقتها، وكان اليوم ده يوم زفاف نجلو أحمد، وده علشان يشوف الحاضرين. وبعدها تم إلقاء جثمان صدام حسين خارج منزل نوري الملكي. بيقول مصطفى القاسمي رئيس وزراء العراق الأسبق إنه شاهد جثة صدام بعد إعدامه بين بيته وبيت نوري الملكي في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، وانه في الوقت ده وجد مجموعة من الحرس متجمعين حول جثمان صدام، فطلب منهم الابتعاد عن الجثة احتراما لحرمة الميت. بعد اعلان وسائل الاعلام العربية عن خبر اعدام صدام حسين فجر عيد الاضحى، تلقى الشارع العربي الخبر بحالة من الذهول والصدمة، وشاف البعض ان تزامن توقيت اعدام صدام مع عيد الاضحى واللي بيذبح في المسلمين الاضاحي حركة مقصودة لاهانة المسلمين وخاصة السنة تحديدا. نفى نوري الملكي رئيس وزراء العراق في ان يكون هناك اي تعمد في تزامن توقيت اعدام صدام وعيد الاضحى، وقال إن فترة المصادقة على الحكم كانت شهر، وإن هذا الشهر لا يمدد ولا يخفف الحكم ولا يلغى، ويجب أن ينفذ الحكم خلال هذا الشهر، فكان يوم إعدام صدام هو نهاية هذا الشهر، علشان كده لو لم يعدم صدام في هذا اليوم ستكون مخالفة على الحكومة العراقية. وده خلى البعض يرد ويقول وليه ما كانش في يوم تاني بعيدا عن آخر يوم في الشهر. في نفس يوم إعدام صدام أجرت عائلته ومحاميه اتصالات مع دولتين عربيتين للتدخل لدى الإدارة الأمريكية لنقل جثمان صدام إلى اليمن ليدفن هناك، وهنا كانت التعليمات الأمريكية بعدم الموافقة على نقل جثمان صدام خارج العراق. صباح اليوم الثاني على الإعدام 31 ديسمبر عام 2006، استلم نائب محافظ محافظة صلاح الدين وشيخ عشيرة ألبو ناصر عشيرة صدام جثمان صدام حسين من القاعدة العسكرية الأمريكية في تكريت، وكان في انتظار الجثمان الآلاف من العراقيين ومعاهم شيوخ العشائر وأبناء شرطة المحافظة. كانت وصية صدام لعيلته إنه يدفن بعد وفاته إما في مسقط رأسه أو في مدينة الرمادي، تكريما لهذه المدينة اللي انطلقت من أرضها هيئة الدفاع، وكمان لأن المقاومة العراقية اللي هزمت القوات الأمريكية في معارك الفلوجة وغيرها من المعارك كانوا من مدن محافظة الأنبار. تم تسليم جثمان صدام الساعة 3:30 فجرا بناء على التعليمات الأمريكية، وهي أن يدفن في وقت متأخر من ليلة تسليمه. اتجه جثمان صدام إلى قرية العوجة بمدينة تكريت مسقط رأس صدام، وقامت قوات الاحتلال بإغلاق منافذ البلدة لحين الانتهاء من الصلاة عليه ودفنه في قاعة المناسبات الكبرى اللي اندفن فيها من قبل أبنائه عدي وقصي وحفيده مصطفى، واللي اتقتلوا عام 2003 على إيد القوات الأمريكية. وبحسب شهادة ابن عم صدام إنه شاف على الجثمان لحظة الدفن أثار كدمات على وجهه. احتفظ موفق الربيعي بحبل إعدام صدام في بيته لأنه اعتقد أن إعدام صدام سيصبح حادثة تاريخية هتعيش لآلاف السنين، وهيذهب صدام تحت الأرض فيجب أن يبقى شيء من صدام فوق الأرض ليصبح عبرة. وبكده انتهت حلقتنا عن ليلة إعدام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، واللي بيعتبر شخصية خلافية حواليها معجبين كتير ولها كارهين كتير برضو. نشوفكم في حلقة تانية، وياريت تكتبونا في الكومنتات لو في موضوع تحبه إننا نتكلم عنه.